وهلأ نحن بهذا الفيديو بدي اشرح لكم اكثر عن قرب عن البارتس تبعول الميكروسكوب او الكومباوند لايت مايكروسكوب يلي حتكونوا عم تستخدموه بهيدا اللاب. This is the compound light microscope. مثل ما قلنا في بقلبه two types of lenses. The first ones هن الاوكيولر لنسز. هول الاوكيولر لنسز يلي نحن منشوف من خلالهم. So these are the ocular lenses. اجمالا نحن بس بدنا نطلع بالاوكيولر لنسز بدنا نكون عم نستخدم both eyes، يعني بدي احط عيوني واطلع من الاثنين يكونوا مفتحين. So هول قلنا بكبروا الماجنيفيكيشن باي 10x. Now تاني نوع من اللنسز عندي هن الأوبجكتيف لنسز، as I said هيدي low power objective lens 4x، عندي medium power objective lens 10x مكتوبة على كل وحدة، يعني بتكبر 10 مرات. عندي هيدي حطيتها in place. تالت وحدة هي high power objective lens بتكبر 40 مرة. آخر وحدة هي oil immersion lens بتكبر 100 مرة. So هولي هن الفور objective lenses. They are connected to a nose piece. هيدا اسمه nose piece. هيك بنكون خلصنا حكي عن اللنسز. هلا هيدا المكان يلي انا بحط عليه السلايد هيدا اسمه ستيج، وهيدا هون هو الستيج كليبس. سو لاحظوا بنجيب السلايد بنحطها اوكي ومنهديها بالستيج كليبس، هدفها تو سكيور ذا جلاس سلايد. هيدا السلايد هي اللي عليها السبيسيمن، لفرجيكم عليها شوي اقرب. هون مثلا مكتوب انه في عندي ستافيلوكوكوس اريوس، سو بيسكلي انا البكتيريا زي جرام بوزيتيف بكتيريا موجوده عندي اوكي. هيدا البكتيريا بتكون موجودة على السلايد. إذا بتلاحظوا على السلايد في عنا بارت طالع لونه هيك مثل فايولت. هيدا البارت الفايولت هيدا مثل كفر سليب، بتكون شقفة حاطين السبيسيمن تحتها وتحتها في البكتيريا. سو انتو على طول بس هيدا السلايد بتكون تحطوها على الستيج، فتشوا على هيدا الكفر سليب، بتفتشوا على الكفر سليب يعني البارت اللي فيه موف، وتميك شور انه هيدا الكفر سليب يلي هي سو انتو بس تحطوا السلايد اوكي، ميك شور انه هيدي الكفر سليب تكون above the condenser lens. كيف فينا نحركها للسلايد على الستيج؟ بهول النوبس، شفتون هول البلاك نوبس؟ لاحظوا هيدا بتحركها لقدام ولورا، وهيدي يمين شمال. سو انتو يو جست موف هول النوبس بس تو ميك شور انه انا السبيسيمن اللي عندي اياه، هلا صعب شوي تبين من الكاميرا، انه موجود دايركتلي above the condenser lens. لان مثل ما قلت هيدي الكوندنسر لينز شفتوها العدسه اللي موجوده تحت، هيدي الكوندنسر لينز هي شو وظيفتها؟ It concentrates the light that is coming from the light bulb onto the specimen، يعني هي بتركز للضوء عليه. غير هيك شو عندنا بارتس؟ في عندي الايرس دايافراغم، هيدا الايرس دايافراغم يلي تحت. سو هيدا الايرس دايافراغم مع هيدا النوب يلي له ات كنترولز ذا اماونت اوف لايت ريتشينج ذا سبيسيمن. هتلاحظوا فتحته للايرس دايافراغم صار في عندي برايت لايت، سكرت الايرس دايافراغم صار في عندي ديم لايت. سو مثل ما قلت لكم ايام انتم بحاجه تقووا الضوء، ايام بحاجه تخففوا الضوء، سو يو كنترولد بهيدا الايرس دايافراغم يلي موجود تحت من خلال النوب يلي له. اوكي حكينا عن اللنسز، حكينا عن الستيج، هلا بدنا ننتقل تنحكي عن البارتس التانيين تبعول الميكروسكوب. الارم، this is the arm. اوكي هون في عندي البيس، هيدا تحت البيس يلي موجود فيه اللايت بالب اللي هي مصدر الضوء. وفي عندي شغلتين كتير مهمين لان هن الادجستمنت نوبس، هيدي الادجستمنت نوب. سو هيدي اسمها الكورس ادجستمنت نوب اوكي، ولا صغيره يعني هاي كورس ادجستمنت نوب، هيدي فاين ادجستمنت نوب. طلعوا شو بيعملوا الادجستمنت نوب، لما عم ببرمها لهاي عم تطلع الستيج لفوق. سو هولي بيسكلي بيشتغلوا على الديستنس يلي هي موجوده بين السلايد وبين الاوبجكتيف لينس. هيدا الديستنس يلي بين السلايد والاوبجكتيف لينس اسمها وركينج ديستنس. سو هولي بيشتغلوا تو ايذر ماكسمايز اور مينيمايز ذا وركينج ديستنس. مثل ما قلنا بس نكون عم نعمل فوكسينج لازم هيدا الديستنس تكون مينيمال، سو بالتالي بدنا نبرمهم لحتى نرفعهم للكورس ادجستمنت نوبس. وهيدي اوكي كمان بتحركها مسافات قليله. يوجوالي نحن الكورس ادجستمنت نوب بنستخدمها بس نكون عم نشتغل على ال 4x وعم نشتغل على ال 10x اللي هي الميديوم. ليش؟ لانه هون انا قد ما ارفع الماكسيموم هيدا الماكسيموم، سو بيسكلي بعده في عندي مسافه بين اللينس وبين السلايد، ما عندي ريسك انه اللينس تضقر السلايد وبالتالي ممكن تكسرها، لانه نحن بس نكون عم نستخدم هول انا عيني على الاوكيولر لينس، يعني انا مركزه هون اوكي ما بكون عم ركز هون. سو لأضمن حالي أنا بمسك الكورس ادجستمنت نوب بس كون عم بشتغل على 4x وعلى 10x. لما ننتقل لحتى نستخدم ال 40x ليكو ال 40x كتير قريبة من السلايد بتصير. سو هون أنا إذا عم بشتغل عيوني على الأوكيولر لينس أوكي وقاعدة عم بعملها فوكسينج للإيمج وفجأة برمتها بسرعة، ممكن إنه إذا كانت
الوركينج ديستنس كتير صغيرة ممكن تضقر السلايد. بالأبجكتيف لينس في ريسك انه نكسر السلايد ان كان على 40 او لما بكون عم بشتغل على الاويل. لاحظوا كتير زركتها ممكن نكسرها على الجلاس سلايد. سو كرمال نتفادى هيدا الشيء يجولي نحنا شو بنعمل؟ بس نكون عم نشتغل على 40 او على 100 بنعتمد الفاين ادجستمنت نوب لانه ليكو بتحركها مسافات كتير قليلة وشوي شوي. لما نكون عم نشتغل على ال 10x اللي هي الميديوم او على ال 4x يلي هي اللو باور ادجستمنت نوب هون بنقدر نستخدم اللو باور سوري اوبجكتيف لينس بنستخدم الكورس ادجستمنت نوب. سو وانس بنحطها لهيدي ساعتها بنحرك الديستنس الوركينج ديستنس نطلع من الاوكيولر لينس اند ذن ببين عنا نحن عم نشتغل يعني على الادجستمنت نوب ببين عنا ا فيري فوكسد ايمج.